السؤال الأول في هذه الحلقة سائل جاء السؤال من باكستان أو من أخ يقيم في الباكستان يعني على كل حال يقول I have a house in Pakistan which I have been using for my stay in Pakistan now I am planning to sell it do I need to be the cash now on estimated value or in the amount of I got after sitting. انا املك بيتا في باكستان كنت اقيم فيه اخطط الان لبيعه هل تلزمني زكاته على القيمه المتوقعه لهذا البيع ولا بعد ان ابيعه في الفعل واتلقى ثمنه ويصبح مالا بيدي نقطة نظام مبدئيه في الجواب العقارات ليست بذاتها اموالا زكويه الا اذا اتخذت للاستثمار العقار ليس في ذاته مالا زكويا قلنا مرارا الاموال الزكويه خمسه هل, هل تذكرون النقدان الذهب والفضه وما حل محلهما من انواع النقود المعاصره زكاه عروض التجاره زكاه بهيمه الانعام زكاة الزروع والثمار زكاة المعدن والركاز ما عدا هذا ليس فيه إلا قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالعقارات ليست في ذاتها أموالا زكوية إذا كانت للقنية للاستعمال، عندك بيت في فلوريدا وبيت في هيوستن وبيت في كاليفورنيا، لكن ليس شيء من ذلك للاستثمار، أنت كثير السفر أو تحب أن تقضي بعض الوقت هنا وبعض الوقت هناك، هذه مسألة ترجع إليك، لا يكون العقار مالاً زكوياً إلا إذا اتخذ الاستثمار. طب تحت كلمة استثمار عدة صور. إن كان استثمارها بالبيع والشراء بقصد الاسترباح تاجر عقارات تاجر منازل تاجر شقق فالزكاة في قيمتها لأنها قد صارت عروض تجارة في هذه الحالة وقلنا مرارا في زكاة عروض التجارة ينظر إلى النقد وإلى السلع الموجودة عنده يقومها بقيمة النقد ثم ينظر إلى ما له من ديون يرجو استيفاءها يضيفها إلى وعاء الزكاة ثم يطرح من هذا الوعاء ما عليه من ديون ثم يزكي ما بقي قلنا هذا الكلام مرارا أما إن كان استثمارها بتأجيرها ليس تاجر عقارات عنده كذا شقة كذا سيارة يعني أي كان لكنه يؤجرها ويستفيد من ريعها من أجرتها من دخلها فالزكاة في أجرتها وليست في قيمتها في ذاتها وهذه القاعدة في زكاة المستغلات المستغلات ما يراد للتأجير ولا يراد للاتجار في أعيانه بيعا وشراء بقصد الاسترباح وقد تكون ارضا زراعيه اذا استثمرتها يعني كارض زراعيه تزرعها يبقى الزكاه في الخارج من الارض انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض اذا بلغ نصابا النصاب خمسه أوسق الوسق ستون صاعا و, و, و وزكاه الزروع الثمار الوحيده التي لا يشتاط لها مرور الحولي لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده كلما حصدت أديت حق الله مما أفاء الله عليك به من هذه الأرض ثم نرجع إلى صاحبنا إذا قبضت هذا المال يا رعاك الله يعني الزكاة لا أنك تخطط للبيع وقد تبيع وقد, وقد لا تبيع البيع لسه مشروع ما تحقق بعد إذا بعت بالفعل وقبضت هذا المال او على الاقل صار دينا مرجو الاداء يعني الجهه التي الل بعت لها جهه مقره ومليئه وموسره وقادره فانت مخير بين ان تستانف به حولا جديدا باعتباره مالا مستقلا او ان تضيفه الى ما عندك من المال في حساب الحول والنصاب وهنا قاعده جميله في زكاه المال المستفاد قلناها ونؤكد عليها في هذا اليوم بإذن الله المال المستفاد أثناء الحول إن كان نماء للمال الأصل الذي عندك مثلا عندك بهيمة أنعام عندك ثلاثون بقرة مر عام فأصبحت مئة بقرة لا شك أن هذه الأبقار السبعين لم تمر عليها سنة لأن ده يعني توالد على مدار العام لكن ما دام الأصل قد بلغ نصابا فهذا يضاف إلى الأصل في حساب الحول والنصاب أين إذا كانت استثمارا للأصل مثل التاجر بدأ تجارته بمئة ألف بارك الله نهاية الحول أصبحت مليون لا شك أن 900 زيادة دي لم يمر الحول على كل جزء من أجزائها بصفقات تتجدد على مدار العام لكن ما دام الأصل قد بلغ نصابا وهذا المال المستفاد استثمار ونماء للمال الأصلي فحوله حول أصله أما إذا كان مستفادا بسبب مستقل إرث تاجر ثم مات أحد أقلوي فورث منه مالا عريضا هذا المال لا علاقة له بالمال التجاري الموجود عنده فهو مخير بين أن يضيفه إلى ما عنده من مال في حساب الحول والنصاب أو أن يستأنف به حولا جديدا ايما الامرين سلك فلا تثريب عليه والله تعالى اعلى واعلم